معلش انا ابني متوفي بقاله 6 شهور، بقاء لله. مش بقاء لله عارفه وحده. انساه، وقلبي قاعد وقلب نار جوايا، مش قادره انساه، مش عارفه اعمل ايه. ادعي لي بالصبر وادعي لي باي الله يحفظ حاجه، قلبك يا رب. كبرنا على فراقه، لان هو كان انسان محترم وبر بيا ومحترم قوي. ساب 4 اولاد صغيرين، وساب اخواته 4 برضه يتامى، كل واحد سايب 2، ابوهم عايش بس سايبين. وانا قلبي مولع عشانه قوي، وهو مات فجأة، مات فجأة، نزل كان بيلعب كورة ونزل ما قامش تاني، وهو لسه كان مسلم عليا وقايل السلام عليكم يا أم، وكان بيخش ويطلع عليا، مفيش غيره، أنا ما مفيش غيره، أنا ربيته، ربنا اللي رباه معايا. أبوه كان موجود ويايا، بس كان مبهدلني ورماني وقال لي أنت في عيني يا أم، وما سابنيش وما سابش إخواته، إخواته 2 مطلقين معايا ومعايا اولاد مولاتهم ويايا، وما سابنيش. الله دعيني يصبرك، بالصبر يا شيخ رمضان، بالله الله عليك، يصبرك، بالله الله عليك، يصبرك. قلبي مولع على ابنك، قلبي مولع على ابني، بالله عليك تدعيني بالصبر. انا زعلانه، هقول كلمه بس ربنا يسامحني فيها، انا زعلانه من ربنا قوي، الله ان هو العظيم، حرق قلبي على ابني، الله لان العظيم. انا صبرت كتير كتير استعيذي عشان بالله من الشيطان اربيه، الرجيم. كان لا يا عنده ست الله اخوات وثلاثة يرضيكي، بنات، ربيتهم بلاش مع الكلمة أب دي، الله محترم يرضيكي. جدا، كان محترم بلاش جدا الكلمة دي، وبهدلني. بلاش الكلمة دي. قولي أستغفر الله وأتوب إليه. قولي أستغفر الله وأتوب إليه. هي مش معانا، ربنا يصبر قلبها يا رب. والله يعني مقدرين وجعها طبعا ربنا ما ومقدرين يكتبها على ألمها، حد أبدا. يا رب ما يكتبها على حد أبدا، ولا علينا ولا على أولادنا ولا على جميع المشاهدين يا رب في مشارق الأرض ومغاربها. يا رب يا أمي صبر قلبك، يا رب يا أمي يملأ قلبك سكينة، ويملأ قلبك طمأنينة، ويملأ قلبك رضا، ويملأ قلبك صبر. أسأل الله أن يربط على قلبك كما ربط على قلب أم موسى. أسأل الله تبارك وتعالى أنه يملأ قلبك طمأنينة، ويصلح حالك، ويصلح بالك، ويجعلك من الصابرين، ويجعلك من الراضين. يا أمي بلاش الكلمة اللي انت قلتيها دي، ما ينفعش يا أمي تقولي أنا زعلانة من ربنا. لا، احنا زعلانين من نفسنا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. من منا يا أمي لم يمرض له حبيب؟ من منا لم يمت له قريب؟ من منا لم يخفق له عمل؟ من منا لم يضع له أمل؟ هي دي الدنيا، هذا هو نهر الحياة، جبلت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الآلام والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب من الماء جزوة نار. الكل مبتلى والكل مصاب. استغفري رب الأرباب، وأسأل الله أنه يملأ قلبك سكينة أمين يا رب. وطمأنينة. أمين يا رب. أمين.